في الحقيقة الضمان ديال السؤال شيء والعرض شيء آخر، ولكن غنجاوب على العرض. أولا ما كاين زيادة صاروخية في الأسعار. إلا وقعت زيادة سيد المستشار نتاع معرفة قديمة، إلا وقعت زيادة صاروخية في الأسعار راه هذا كيمس الاقتصاد الوطني. حنا متحكمين في التدخل. اللي وقع عندنا هو أن واحد الارتفاع في بعض المواد، بعض المواد، وأنا مستعد نقولهم لك لأنه قلتي لنا زيادة صاروخية ومشيتي في حالك. قول لنا شنو المواد ونجاوبوك. عندنا زيادة في المواد، في مواد ماشي في الحبوب، لأنه مراقبين، لأنه كاين اللي كتراقبوا اللي كتحدد ليه الدولة الأسعار، وكاين اللي حر مرتبط بالعرض والطلب. وانت تبارك الله سيد العارفين في هذا الشيء ومجرب هذه المجالس وهذه الأسئلة. التضخم اللي حصل عنا بين شهر فبراير وشهر مارس، أنا مستعد نعطيك الأرقام اللي اليوم الصباح أعطتها لي العمالات ديال المغرب كله. راه ما كاينش هادشي، ما كاينش، ما كاين لا زيادة صاروخية لا حبوب. فيما يخص رمضان، حنا عندنا واحد البرنامج سنوي وغادي نبداو ان شاء الله في الايام المقبله مباشره بعد فاتح ماي. ولما بانت عندنا الصعوبات في السوق ديالنا خدينا التدابير اللازمه، خدينا التدابير وراه هي في الجريده الرسميه، خدينا التدابير في القطني، واشي كتعرفوا وراه السوق طاح، لانه ولات واحد الامكانيات ديال التخزين في البلاد. نخليه شي شويه لا يقول لي شي حاجه. انا ما عندي علاقه بداكشي اللي كنتي كتقول. الوضع ديال المغرب عظيم في الماليه العموميه ديالو، والمغرب اليوم خاضع لسنه صعيبه ديال الجفاف، ومع ذلك الوضع عظيم. ثانيا حشوم عليك هاد السي المحراج، عيب عليك تقول على رئيس حكومه ديال المملكه المغربيه ديال بلاد عندها 12 قرن انه كتجي البصله، عيب، حرام عليك. وكنهضر معك بالوطنيه وبالحق، وزير رئيس الحكومه ديال المغرب كيتقدى بحال المغاربه، ما كاينش الامتيازات، راه عيب هذا الشيء، ما كاينينش. انا وزير دابا انا كنجر كناخذ البصله ولا كناخذ الحليب، حرام هذا الشيء. شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير، شكرا السي المحراشي، شكرا السيد الوزير، شكرا. ضربوا سياسيين الطيطير، ولكن السيد الوزير المحترم، شكرا السيد الوزير، شكرا، شكرا السيد.